يعرف طريق يونغاس بعدة أسماء، ولكن أشهرها هي طريق الموت. يقطع جبال بوليفيا على طول 60 كيلومترا، ويعرف كنقطة جذب سياحي وفخ الموت. حين إنشائه في الثلاثينيات من القرن الماضي، كان قد أوذى بحياة 20 عاملا، ولحد الآن أصبح مسؤولا عن 250 حادثة سير في السنة. في أغلب مقاطعه لا يتجاوز عرضه 4 أمتار، وهو يجبر العربات المتقابلة على إنقاص السرعة لتجاوز بعضها، وأحيانا تنحرف إلى المنحدر الخطير بسبب انجراف الحواف الترابية الهشة أسفل العجلات وتسقط في الهاوية. ورغم كل ذلك، يسلك الآلاف من السياح هذا الطريق كل سنة من أجل المغامرة والحصول على الإثارة المضمونتين. طريق كارنالي. طريق كارنالي بالنيبال هو الآخر وجهة أخرى مفضلة للسياح، هواة ركوب الدراجات المتلهفون للإثارة القصوى والتي يحصلون عليها في بعض الأحيان مقابل حياتهم. هذا الطريق الجبلي الغير معبد يمتد طوله 200 كيلومتر، ومليء بالمنحدرات والمنعرجات الخطيرة، وهو من أكثر الطرق المرعبة والمنهكة في العالم، ويراكم 50 وفاة سنويا. وليس هذا فقط، فلأنه ينقطع كثيرا كل سنة بسبب الأمطار والثلوج، فإنه يجعل وصول الأغذية والمساعدات للقرى الفقيرة التي تعتمد عليه مستحيلا، ويموت الكثيرون بسبب ذلك، إما لنقص الدواء أو الغذاء. طريق باساج دي غوا بفرنسا. هذا الطريق الذي يربط فرنسا بجزيرتها نواغ موتياغ يمتد لمسافة 4.5 كيلومتر على ساحل المحيط الأطلسي. وللوهلة الأولى قد تعتقد بأن هذا الطريق ليس بتلك الخطورة، ولكنه يختفي مرتان في اليوم تحت الماء عندما يرتفع مد البحر، وكل سيارة لم تعبر في الوقت المناسب تجد نفسها في وسط البحر. وحتى مع ضبط الوقت جيدا، فإن القيادة عليه صعبة جدا، لأنه يكون زلقا جدا بسبب وجود طحالب البحر عليه. طريق تيانمن بالصين. طريق بطول 11 كيلومترا وارتفاع 1200 متر من نقطة البداية إلى نقطة النهاية، و99 منعطفا، ولا ينصح به لذوي القلوب الضعيفة، ولكن من حيث الضيق يعتبر الأعرض من كل الطرق المذكورة سابقا. ولكن التقاء عربتين يبقى دائما خطرا، رغم أنه يتوفر على حواجز حماية على طول جنباته، لأن القيادة عليه بسرعة مفرطة لن تحمي المتهورين من ما هو أسوأ. طريق المحيط الأطلسي بالنرويج. طريق المحيط الأطلسي هو طريق بطول 2 كيلومترات، وهو جزء من الطريق الوطني رقم 64 في النرويج. تم بناؤه على العديد من الجزر الصغيرة والجزر الصخرية المرتبطة بالعديد من الممرات البحرية والقناطر و8 جسور. ورغم أن هذا الطريق يصنف ضمن لائحة أكثر الأماكن التي يجب زيارتها، فإنه يعد أيضا من أكثر الطرق خطورة، وتتشكل خطورته في الأمواج التي تلتطم استمرار، وهو ما يزيد احتمال انزلاق العجلات وانحراف السيارات في اتجاه قاع المحيط. طريق تاروكو غورج بالتايوان. الطريق الوطني رقم 8 في تايوان هي الأخطر والأفتك بين طرق شبكتها الطرقية. هذا الطريق المنحوف على جوانب الجبال وفي بعض الأحيان وسطها عرضة لانزلاق الأتربة بسبب الأمطار الغزيرة وأحيانا حتى الزلازل. هذا بالإضافة لضيقها على طول الكثير من المقاطع والمنعطفات الخطيرة التي تكون في الغالب مليئة بالمفاجآت، ومن يفقد تحكمه بالعربة أو يصطدم بأخرى معرض للانزلاق والهبوط إلى الأسفل أسفل ليصبح آخر ضحايا. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وهذه مواضع أخرى قد تعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.